لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. عنوان الرسم وجدول التعديلات والملاحظات. ده جدول المفروض انه بيتعمل مع كل لوحة بنعملها شوب درون. الجدول ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اتنين، من مربعين. مربع كبير بيبقى فيه هنا في النص، ده بيبقى الموجود فيه الرسم. المستطيل اللي على اليمين ده بيبقى فيه شوية حاجات اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. اول حاجة بتبقى فيه النوتس، يقول لك all dimensions are in millimeters unless otherwise indicated in the drawing. بيبقى حاجات عامة يعني، غير الجنرال نوت اللي بتبقى موجودة في الديزاين drawing. بيبقى موجود في all levels are shown in meters. All drawing shall be read in conjunction with all other discipline drawings. لازم نراجع المخططات مع جميع الأقسام، سواء ميكانيكا، عمارة، كهرباء، صحي. في حاجات تانية بتبقى موجودة، يعني انت المخطط ده بتقدمه للاستشاري علشان يعتمده، تمام؟ الاستشاري بيبقى ليه ملاحظات. الحتة دي اللي هي بيكتب فيها الاستشاري الكونسلتنت كومنت، بيكتب الكومنتات بتاعته. ده الريفيجن، يعني المفروض هنا في النقطة دي بنكتب ريفيجن زيرو، ريفيجن واحد، ريفيجن اثنين. لو اتقبلت من اول مره خلاص، لو اخذت كود سي والاستشاري رجعها، لما بتيجي تقدم تاني مره بتكتب ريفيجن 1 وريفيجن 2 لحد اخر مره تتقبل فيها. ده الريفيجن. الديت اللي انت قدمت فيه سبميتال، تمام؟ انت قدمته بتاريخ امتى؟ ولازم بيتعمل السكرتير بتاع مدير المشروع بيعمل لوج للكلام ده كله. المخطط الفلاني طلع في يوم كذا، علشان المفروض الاستشاري ما يقعدوش عنده اكتر مثلا من 10 ايام اسبوعين على حسب العقد. بعد كده الاعتمادات دي لما بيجي بيحصل تاخير في المشروع، المقاول بيطلع الكلام ده، بيقول له ده انت اخرتني في الاعتمادات، قعد عندك المخطط الفلاني قعد شهر لحد ما اعتمدته كده يعني. فالتاريخ ده مهم جدا، تاريخ التقديم سبميتال ديت، مش السبميتال ديت، عشان منه الاستشاري هيدي لك الاعتماد بتاعه. بعد كده الديسكريبشن. الديسكريبشن ده بتكتب فيه وصف مختصر للمخطط اللي موجود او اسم المخطط يعني. وهنا تشيكد باي مين وريفايزد باي مين، مين المهندس اللي شيك ومين المهندس اللي راجع. بعد كده في تحت الحته دي اللي هي الكيبلان. الكيبلان ده معناه ايه؟ ده مسقط للموقع العام للمشروع، بس هنا يعني المفروض ان هو يوضح مكان الرسمه اللي احنا بنقدمها. يعني زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، هنا مش هتبقى واضحه قوي لما يكون عندك مشروع كبير قوي فيه اكتر من مبنى واكتر من برج. فبتجيب مسقط افقي للموقع العام بالكامل، وبتيجي المكان اللي انت عامل له التقديمه دي وبتعمل له تهشير. ليه بقى؟ علشان يبان مكانه هو فين من ضمن الموقع العام، تمام؟ وده المقصود بيه الكيليجنت. طبعا اتجاه الشمال لازم يبقى موجود على اللوحه. وبان احنا هنا في السعوديه برضه بيعملوا اتجاه مكه، اتجاه الغرب، تمام؟ البروجكت المفروض بتكتب هنا اسم المشروع، مستشفى كذا او برج كذا او مبنى كذا. الكلاينت اسم المالك بيتكتب في المنطقه دي. بعد كده الديزاينر والكونسلتنت اوفيس، مين اللي عمل المشروع ده. واحيانا بيبقى الديزاينر غير الكونسلتنت. طبعا العنوان بتاعه والموبايل والتليفون، واذا كان في ايميل وصندوق البريد. بعد كده اسم المقاول المنفذ للمشروع ده.
برضو اسمه، عنوانه، تليفوناته. بعد كده بيبقى فيه لو فيه سب كونتراكتور، لو فيه موجود عندك سب كونتراكتور وبيعمل هو الشوب درونج المشروع ده، فبيحط اسمه، يحط اسمه في الجدول ده. التايتل ده اسم اللوحة، اسم اللوحة. بعد كده الحاجات دي اللي هي درون باي، ده اسم الرسام، تشيكد باي المهندس اللي شايك عليه، ابروفد باي مدير المشروع، السكيل اللي انت شغال بيه، الدرونج نمبر اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت اللي هي اختصارات لاسم المشروع، والتاريخ، التاريخ بتاع التقديم بتاع المرة دي، والريفايز نمبر، ريفايز نمبر اتقدمت المرة الكام، المرة الأولى ولا التانية ولا التالتة. تمام يا شباب، في أي أسئلة في موضوع الجدول؟ طيب في حاجة تانية عاوزين نتكلم عليها قبل ما ندخل في الشوب درونج، اللي هي البين اساينمنت. انا فتحت شيت اكسل. اول ما بنبتدي، لما بنفتح ملف اوتوكاد جديد، بنعمل بين اساينمنت. يعني ايه بين اساينمنت؟ يعني بنيجي نعمل اللايرز بتاع كل عنصر احنا هنشتغل فيه، الاكسس، البيمز والوولز، الكولومز، الهاتش تشير رينفورسمنت، التايتل، عفوا التكست والتكست دايمنشن والدايمنشن لاينز. بتختار لاير، بتختار لون لكل لاير من دي، ولاين تايب ولاين ويت. الحاجات اللي قدام حضراتكم دي يعني تقريبا معظم المكاتب بتشتغل بيها. يعني طبعا ده مش اجباري، لكن ده بيخلي الشغل بعد كده يطلع كويس. اظهار الشغل بيطلع كويس لما بنستخدم الالوان دي. طبعا كل واحد حر يستخدم اللي هو عايزه، بس زي ما بنقول دي التسع الوان الرئيسيه لما بتيجي تفتح الاوتوكاد بتلاقيها تحت. اللاير بتاعت الاكسس بنستخدم لها لون الجراي. لون الجراي، وعلى فكره الجراي فيه درجتين او ثلاثه، فاحنا هناخد الدرجه اللي هي رقم 9. اللاين تايب بتاعه بيبقى اكسس، لازم يبقى سنتر لاين او اكاد ايزو 4. اللاين ويت بيبقى صفر، مش محتاجين انه يبقى تقيل قوي. بعد كده عندك البيمز والوولز. الحوائط والأعمدة بنستخدم لها اللون اليلو أو الماجنتا. على فكرة الألوان دي احنا حاولنا نقربها لحد ما نفتح الأوتوكاد، يعني اللون البنفسجي ده اللي هو ايه، الماجنتا والأصفر. ممكن نستخدم للحوائط للحوائط والكمرات اللونين دول. وطبعا لازم يبقى خط كونتينوس، ما ينفعش انه يبقى خط مقطع. اللاين ويت بتاع الكاميرات والحوائط بيبقى تقريبا 3 من 10. بعد كده الاعمده بنستخدم لها لونين، البلو او الماجنتا، ولازم يبقى برضو اللاين تايب بتاعه كونتينوس، واللاين ويت برضو 3 من 10. التهشير بيبقى يعني جراي الدرجه اللي هي 8، افتح شويه، وبيبقى كونتينوس او دوتت. يعني التهشير مش شرط يبقى كونتينوس، ممكن كونتينوس او دوتت. واللاين ويت بتاعه 2 من 10. التسليح بقى اللي احنا هنشتغل عليه بيبقى ريد او يلو، لازم يبقى كونتينوس، واللاين ويت بتاعه من 35 ل 4 من 10. يعني 4 من 10 بيبقى كويس جدا. الدايمنشن لاينز بتبقى ريد او جراي، الدايمنشن لاين، ولازم تبقى كونتينوس برضه، واللاين ويت بتاعها صفر. دي التكست والتكست دايمنشن اللي هي الكلام نفسه اللي احنا بنكتبه عشان يبقى ظاهر كويس ومنظره ظريف، بنختار لون الجرين او السيان. طبعا ده مش لاين ولا لا ليه لاين تايب ولا ليه لاين ويت. اوكي يا اخوانا. طيب نفتح ملف اوتوكاد جديد مع بعض. علشان نطبق الكلام ده، الشباب معايا، واضح الكلام يا شباب؟ طيب فتحنا ملف الاوتوكاد يا جماعه مع بعض، هنبتدي نعمل اللايرز دي. هنيجي من امر اللايرز ده،
نفتح ونعمل لير اول واحده بالترتيب اللي احنا كنا عاملينه اكسس 1. اللون بتاعها قلنا الجراي رقم 9، ممكن هنا تكتب 9 على طول. تمام، اللون بتاعه اوكي. الخط هنا مش ظاهر عندي الا كونتينوس وبهنتوم 2، يبقى بنعمل لود نخليه سنتر اوكي. ولازم تعلم عليه هنا يا شباب، لازم نعلم عليه ونقول اوكي. خلاص، واللاين طيب قلنا نخليه بصفر اوكي. نعمل لير بعد كده كانت البيمز واللودز، بيمز اللون بتاعها هنخليه بلو اوكي، وكونتينوس واللاين طيب اللاين ويت 3 من 10 اوكي. بعد كده كولومز، عفوا نخليها ماجنتا ماجنتا اوكي، و3 من 10. بعد كده نعمل واحدة تانية للهاتش، اللون بتاعها جراي جراي 8 اوكي، ونخليه كونتينوس و2 من 10. بعد كده نعمل واحدة تانية لل reinforcement، نخلي اللون بتاعها ريد أو يلو، نخليه ريد اوكي، وكونتينوس طبعا واللاين طيب هنخليه ب4 من 10. ودي معظم الحاجات اللي احنا هنشتغلها مع بعض كايه؟ كانشائيين. في طبعا انت لما بتيجي تاخد الملف المعماري هتلاقي عندك ليارات كتيره جدا، بس دول عفوا احنا عشان لما يحصل الموضوع ده هنعيد تسميه الكلام ده تاني ونحط لتر ايه في الاول، عشان لما يجي لنا الشغل المعماري نبقى احنا اللير بتاعتنا في الاول ما نقعدش ندور عليها كتير. كده هيخلينا احنا اللايرز بتاعتنا تيجي في الاول، اول 4 أو 5 لايرات هيبقوا بتوعنا لما نيجي ننقل الملف المعماري هيبقوا بتوعنا في الاول. تمام يا شباب؟ اوكي. حاجه مهمه جدا لازم نتعلمها مع بعض هتفيدنا قوي في وتسرع ايدينا في الشوب دراون، اللي هو موضوع الدايمنشن. دايمنشن ستايل. دايمنشن ستايل بيجي بكذا طريقة، أول طريقة ممكن دي إنتر، تمام، أو دايمنشن ستايل. فا
اول حاجه عندك بتظهر يا شباب بيجي عندك حاجه current dimension style standard. فطبعا احنا هنعمل new dimension style. بقول لك هتسميه ايه؟ style name هنسميه مثلا reinforcement مثلا. start with انت ما عندكش حاجه تانية، هتبتدي بايه؟ يبقى لازم تستارت with الستاندرد ويوز فور اول دايمنشن كونتينيو. اول ما قلت كونتينيو فتح لك التاب دي، فيها تاب لللاينز، تاب سيمبلز واروز، وتاب للتكست، وتاب للفيت والبرايمري يونتس والالترنيت يونتس والتولرانس. تمام. الاثنين اللي في الاخر دول يعني بتوع الكتروميكانيكال، مش هنتعرض لهم قوي. خلينا نبتدي في اول تاب معانا، تاب اللاينز. اول ما بتفتحها في عندك متكونه هي من ثلاث حاجات، دايمنشن لاينز والاكستنشن لاينز، وفي هنا الاكستنت بيوند دايمنشن لاينز والاوفست فروم اوريجين. اول حاجه بيقول لك الكلر بتاع الدايمنشن لاين. طبعا احنا هنا لازم نستخدم لون، ما ينفعش نقول باي لاير وباي بلوك، لازم نختار لون. شوف، واول ما بتختار لون هنا بيظهر عندك في البريفيو اللي قدامك ده. تمام. فنختار له لون مثلا وليكن يلو. اللاين تايب كونتينوس. اللاين ويت هنخليه زيرو. شوف يا شباب، في شويه حاجات كده او شويه ارقام من ضمنها البيز لاين سبيسنج ده هنقولها مع بعض. يعني دي الحاجات اللي تدي لك تظهر لك الشغل في صوره جميله قوي، ومعظم المكاتب بتشتغل بالارقام دي. اول حاجه اسمها البيز لاين سبيسنج. البيز لاين سبيسنج البيز لاين سبيسنج يعني بتحطها ب 75%. البيز لاين سبيسنج دي اللي هي ايه يا شباب؟ البيز لاين سبيسنج دي لما بتيجي تاخد دايمنشن لاين وبتعمل بيز لاين، وبعد كده دي دايما بنستخدمها الجماعه المصممين لما بيجي ياخد مقاس من بيز لاين معين. يعني عنده الاكس اكسس رقم 1، من 1 لحد 9، عاوز من 1 ل 9، ومن 1 ل 2، من 1 ل 2، ومن 1 ل 3، ومن 1 ل 4، ومن 1 ل 5، ومن 1 ل 6، لحد ما يوصل لمن 1 ل 9. المسافه ما بين الاثنين دول هي دي البيز لاين سبيسنج. ديت المكاتب البيز لاين سبيسنج دايما بيتاخد ب 75%. بعد كده بقول لك السبريس ده اللي هو التنازل، انت عاوز تتنازل عن البيز لاين الاولاني، على الدايمنشن لاين الاولاني والدايمنشن لاين الثاني. طبعا مش ظريفه يعني. تدخل على الاكستنشن لاينز، لازم ناخدها نفس اللون اللي احنا اخترناه فوق، ما ينفع يعني يبقى شكلها مش ظريف لو اخترنا لون ثاني. واللاين تايب اكستنشن برضو كونتينوس وكونتينوس. واللاين ويت زيرو. هنا برضو سبريس، انت عاوز تتنازل عن الاكستنشن لاين الاولاني ولا وعاوز تتنازل عن الاكستنشن لاين الثاني؟ لا طبعا مش هنتنازل عن حاجه. الاكستند بيوند دايمنشن لاين دي برضو بتتاخد تقريبا 25%، والاوفست فروم اوريجين 25%. الحاجات دي يا شباب احنا قلنا اللي بتظبط الشغل وبتدينا شغل منظره كويس. خش بعد كده عند السيمبلز اند اروز. ده بقول لك الفيرست ارو لما بتفتحها بيجيب لك كل الاشكال الجميله دي. احنا دايما بنستخدم الارتكشر تيك او الكلوزد فيلد.
بيجيب لك طبعا الاثنين. لما انت اخترت الاولانيه بختار لك تاني، بس واحد مثلا يعني عاوز التاني غير الاولاني، بس طبعا يعني مش منطقي ومش مظبوط، فلازم نختاره نفس الايرو الاولاني هو نفس التاني. تمام. الليدر لما تيجي تعمل ليدر بسهم برضو ولا بدوت ولا ارتكشر تيك، خلي نفس سهم زي ما احنا. الارو سايز بيتاخد لحظة 25 من 100، السنتر مارك. شوفوا يا شباب، يعني أول ما بتعمل حاجة هنا بتظهر لك على طول التأثير بتاعها في الشاشة اللي قدامنا دي. سنتر مارك بتتاخد بنص. بعد كده الارك لينث سيمبل بريسيدنج دايمنشن تكست ولا اباف دايمنشن تكست، ده لما بتيجي تاخد اللي هو لما بيجي ياخد طول قوس يكتب لك الكلام فوق القوس قبل القوس ولا فوق القوس ولا ما يكتبش خالص، فطبعا فوق القوس افضل حاجه. ريديوس جوك دايمنشن، الجوك انجل لما بيجي ياخد مقاس لريديوس بياخد السهم، لو جينا نرسمها ده القوس، عفوا ده القوس واخد هو الدايمنشن لاين، هي دي الزاويه اللي بنتكلم عليها الجوك انجل. ممكن تاخدها 45 او 30، ممكن تاخدها 90، فأفضل حاجة ليها طبعا إنها تبقى 45 أو 30، فنخليها 45 زي ما هي. جاك هايت فاكتور ده خليه بواحد. نخش على التكست. التكست فيه عندك تكست ستايل، ده هنا لأن ما عملناش أي ستايل قبل كده فموجود الستاندرد، والتكست كولر والتكست الفيل كولر. طبعا بتحمل انت من هنا عندك الاسماء كلها، الفونت نيم كل الفونتات اللي موجودة عندك، تختار الفونت اللي انت عاوزه مثلا تايمز نيو رومان، والفونت ستايل ريجولار ولا بولد ولا ايطاليك، خلي ايطاليك مثلا وخليه سيت كارنت. تمام. في حتة مهمة قوي ان هنا الهايت لازم نخليها بصفر. ليه؟ لان لو انت مهما عملت هنا لما بتيجي تاخد بره مقاس ده ما بيأثرش، اللي بيأثر لما بتاخد من الفورمات وتكست ستايل، ساعتها هي اللي بتختار الهايت فيها، لكن هنا لازم نخليها صفر. السكيل فاكتور الويتس فاكتور بواحد، الاوبليك بصفر. تمام. سيت كارنت اوكي كلوز، ظهر عندك الايه الفونت موجود هنا. تمام. اللون بتاعه تختار لون طبعا يظهر في الطباعة، مثلا أبيض أو سيان أو بلو. الفيل يعني طبعا ما فيش حد هيعمل فيل، يعني لو بصيت كده مش ظريفة خالص يعني، فنخليها نان. التكست هايت برضو بيتاخد حوالي 3 من 10 أو 25 من 100 عشان يظبط. شفت انا لما ضغطت هنا قال لك درو فريم اراوند تكست، يعني انا لما نزلت تحت ضغطت هنا فرسم لك تكست فريم حوالين التكست. طبعا ما حدش بيعمل الكلام ده. التكست بليسمنت احنا يعني ممكن اضاف، شوف يعني سنتر اوت سايد جيس، هاي بناخدها اضاف، والهوريزونتال بناخدها سنتر. لو شفت هنا هياخد الكلام ناحية الخط الثاني ناحية الخط الأولاني، وطبعا بتتاخد سنتر.
الفيو دايركشن من الرايت للليفت ولا من الليفت للرايت؟ طبعا من الليفت للرايت. الاوفست فروم دايمز فروم دايمنشن لاين اوبجكت تاخد 1/10. هنا التكست الاينمنت ديت هوريزونتال، يكتب لك الخط افقي دايما او الاين ويز دايمنشن ستايل. لا لازم مع لو الخط مايل يكتب لك مايل، او الايزو ستاندرد. ايزو ستاندرد ده بياخد تبع الدايمنشن لاين الايزو اللي هو اول واحد احنا اشتغلنا عليه اللي موجود الديفولت بتاع البرنامج. فطبعا الاين الفيت، في عندك هنا الفيت اوبشنز ايزر تكست اور ارو. يعني ممكن ياخد التكست ولا الاروز، يتنازل عن حاجه منهم. تكست بوست تكست اند اروز، فاحنا بنختار الاولويز كيب تكست بتوين اكستنشن لاين. تمام، يعني هو بيقول لك لو المسافه، الكلام ده معناه لو المسافه ضيقه اتنازل عن ايه؟ فتقول له لا انا دايما خلي الكلام بتوين اكستنشن لاين. التكست بليسمنت بيسايد دايمنشن لاين او اوفر دايمنشن لاين ويز ليدر او اوفر دايمنشن لاين ويزاوت ليدر، فاحنا نخليها ويز ليدر. السكيل سكيل دايمنشن لاي اوت يوز اوفر از دايما هنا بيقول لك هياخد السكيل للاي اوت هيظبطه، او هنا اختار السكيل اوفر ال سكيل 1. فاين تيونينج ديت مش عارفها بصراحه. ندخل على البرامي يونتس. اليونت فورمات طبعا الديسيمال. نعيد اللي احنا عملناه من الاول. اول حاجه احنا قلنا بنختار اللاينز. اللاينز دي دايمنشن لاينز. دايمنشن لاين ده اللي هو خط البعد نفسه. لو غيرت هنا هيظهر لك بالاحمر. تمام؟ ظهر لك هو بالجرين. فاحنا اخترنا له لون. ما ينفعش ناخده باي لاير، لان انت لو واقف في اي لاير وخدت الدايمنشن هياخد اللون بتاع اللاير نفسه. تمام؟ فاحنا بنختار له لون معين. فبنختار لون للدايمنشن لاين. واللاين طيب لازم يبقى كونتينوس. ما ينفعش يبقى دوليت ولا سنتر. اللاين ويت مش محتاجينه تقيل فبنختاره صفر. الاكستند بيوند تكست. الارقام والقيم دي يا شباب قلنا عشان ما ندخلش فيها، يعني فيها كلام كتير قوي، بس انا بديكم المفيد ان الحاجات ديت معظم المكاتب بتشتغل. فدي بتتاخد بصفر، دي ب 75%. الاكستنشن لاين اللي هي الخطوط اللي بعد الدايمنشن لاين دي اللي هي الرأسية، لو انت غيرت اللون بتاعها بتتغير معاك في الفيو هنا، فبتاخدها هي نفس اللون بتاع الدايمنشن لاينز. واللاين تايب لازم يبقى كونتينوس برضه، ما ينفعش يبقى دوتد. واللاين ويت بصفر. والارقام دي واحنا قلنا ان الارقام دي اللي بتظبط لنا الشغل. 25% 25%، ولا ديت مش هناخدها فيكسد لينس، لان لو اخدتها فيكسد لينس لما بتيجي تشتغل بياخدها هو خط ثابت مش هتقدر تتحكم فيه، لكن لما تسيبها ما تختارهاش بيظبط المسائل. بعد كده الاقواس. الاقواس قلنا بتختار كلوزد فيلد او ارتشكشر تيك، واللي بتختاره في الفيرست لاين ولازم يكون هو السكند لاين. والارو سايز 25%، والسنتر مارك بنص، والبريك سايز 125. ارك لينس اباف دايمنشن تكست، يعني بيكتب لك الكلام فوق الارك. والجاك انجل قلنا ب 45%. والسكيل فاكتور 1. التكست زي ما احنا اتفقنا قلنا عندك الستاندرد هو الديفولت بتاعنا، فبتدخل جوه بتعمل نيو بتسميه اوكي، وتختار له الفونت نيم والفونت ستايل. والهايت قلنا لازم يكون بصفر. وسيت كرنت كلوز. تمام،
ولون الخط بتختاروا لون يظهر في الطباعة، والتكست هايت 3 من 10. احنا قلنا هنا، واحنا قلنا بنخليه جوه بصفر وبنخليه بره هنا بثلاثة من عشرة، لأن دي هي المؤثرة مش اللي جوه هي المؤثرة، تمام. والتكست بليسمنت اباف وسندر وليفت، يعني الكلام ده كله يعني مش مهم قوي نقف عنده عشان ما ناخدش وقت كتير. البرايمري يونس ديسيمال والبريسيدنج عشان ياخد علامتين عشريتين، والراوند اوف نخليها اللي هو التقريب صفر. البريفكس والسفكس، بريفكس ده لو انت عاوز تكتب قدام الدايمنشن نفسه، مثلا تكتب دايم، كتبها لك هنا الدايم يساوي بيظهر عنده، وهنا السفكس اللي هو اللاحق تكتب له متر، كتبها لك هنا. فطبعا يعني معروف ان هو ده الدايمنشن، معروف ان ده المتر. والميجرمنت سكيل، السكيل فاكتور طبعا بناخده بواحد. اوكي كلوز، تمام يا شباب. هناخد حاجة مهمة قوي دلوقتي هتريحنا من الكلام ده كله، اسمها الديزاين سنتر. الديزاين سنتر ده بيعمل ايه؟ الديزاين سنتر ده امر في الاوتوكاد، بتعمل انت منه امبورت من ملف اوتوكاد قديم في كل الكلام اللي احنا قلناه ده، بتاخد فيه البلوكات، الدايمنشن ستايلز، الدايمنشن لاينز، التكست ستايل، كل حاجه بتاخدها من ملف قديم بيكون جاهز ومتظبط، بتاخده عندك في الملف بتاعك. بناخده ازاي؟ احنا هنفتح ملف اوتوكاد عندنا قديم، احنا اوريدي فاتحين ملف اوتوكاد قديم اهو، وده احنا عندنا كام لاير؟ 1 2 3 4 5 5 لايرز بس، والدايمنشن ستايل اس اس بس، تمام. بتدخل من قائمه تولز باليتس ديزاين سنتر، تمام، وتدخل على الاوبن درونز، هما دول الاربع ملفات اللي انا فاتحهم عندي في الجهاز. فاحنا مثلا عاوزين ناخد من البيزمنت ماينس 2 بلوك لاي اوت، ده بتفتح، تمام. عاوز تاخد بلوكات ولا عاوز تاخد ديتيل فيو ولا عاوز تاخد دايمنشن ستايل ولا لايرز، بتدخل مثلا خلينا في الدايمنشن لاير دي، كلها دايمنشن ستايلز موجوده جوه الفايل اللي اسمه بيزمنت ماينس 2 بلوك وول، تقوم معلم عليهم كده وساحب لبره، تيجي تبص هنا، الله ده جم هنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 والاس اس بتاعنا والاستاندر، تمام. تدخل على اللايرز، عندك هنا اللايرز 50 لاير، عاوز تاخد اللايرز اللي انت عاوزها بس تعلم عليها وتسحب بره وتبص هنا، ياه بقوا كتير قوي. تدخل على التكست ستايلز، كل دي تكست ستايلز، علم على اللي انت عاوزه منهم، تاخده وتسحبه وتطلعه بره، تمام. تدخل على التكست تكست ستايل، كل دي تكست ستايلز. فما تقلقوش يعني، الديزاين سنتر ده حاجه جميله قوي، بتاخد من اي ملف قديم موجود تاخد فيه اللي انت عاوزه. نبتدي بقى ان شاء الله. شوف درونج، نفتح الملف بتاعنا، نقفل الملف الفاضي ده بقى، لا نو ايوه ده الملف بتاعنا، ملف فاونديشن. ندخل على الملف بتاعنا شباب علشان نبتدي.
ده ملف الرفت بتاعنا بتاع المشروع بتاعنا رفت فاونديشن بلان. نبص عليه بصة بسيطة كده. أول حاجة هو بيقول لك 8 × 20 لكل متر توب وبوتوم. المش بتاعتنا 8 × 20، وفي عندنا عند كل عمود في حديد إضافي اديشنال، يعني هنا اديشنال بوتوم 8 × 20 طوله 4 متر 40. عندنا 8 × 20 اديشنال بوتوم طوله 6 متر ونص، ده حديد رأسي. هنا نفس القصة، هنا نفس القصة. تيجي هنا طوله 4 متر 40 و4 × 20 على المتر. قد ايه بناخد انا قد ايه؟ بناخد احنا قد ايه؟ يعني احنا 4 × 20 على المتر بناخد يعني كم متر؟ هو معلم هنا اهو المسافة دي هي اللي ناخد فيها من اول هنا، من اول هنا لحد هنا. نشوف في المسافة دي كام ونضرب في 4 يبقى هو ده العدد بتاعنا. طبعا الكلام ده يعني مش جهجهون، يعني الكلام ده هو عنده الموديل اللي شغال عليه سواء ساب او ايتاب، ده الكلام ده الديزاين، وبياخد الكلام ده من الموديل. المساحه دي بيطلعها من الموديل، وبيبقى عامل ميشنج للرافت. طبعا بيشوف انت عندك المسافه دي مثلا 3 او 4 متر والمسافه دي 5 6 متر، دي المومنت بتاعها زياده شويه عند العمدان، فعلى اساسه بيطلع المسافه دي، المسافه الافقيه والمسافه الراسيه. طبعا عندنا في هنا رامب من الرافت البيزمنت 2 للبيزمنت 1، هنا رافت من البيزمنت 2 للبيزمنت 1، ده هنا ووتر تانك. في نقطة مهمة يا شباب، لو لاحظتوا هنا الخطين اللي هم السيان دول، دول ايه المقصود بيهم؟ هو طبعا واخد قطاع هنا، قطاع 7 وقطاع 3 وقطاع 2، هنبص على القطاعات دي بعدين، بس هو المقصود هنا ايه؟ ان في هنا البلاطة هنا او الرفت هنا 800، يعني المقصود بيها 80 سنتي، وهنا متر و20. فالخطين دول علشان يوصل من المتر من ال 80 لمتر و20 فلازم ياخد ايه؟ بزاويه 45 كده على الميل تسلم من المنسوب ده للمنسوب ده، فعشان كده ظهر هنا خطين. تمام يا اخوانا؟ في هنا خزان ووتر تانك. على فكرة الكلام ده اتغير، فخلينا نبص على المعماري علشان نعدله. شوف هنا في الرسمة التانية الخزان كبير شوية، يعني مربع، لكن هنا مستطيل، فاحنا ممكن ناخد الكلام ده كده كوبي. مش معمول بولي لاين. طيب خلينا احنا نعمله بولي لاين من هنا كده لهنا. لهنا وناخد البول لاين ده. كوبي. لحظة شباب،
لما بنيجي ناخد بيز بوينتس طبعا بناخد حتة تكون ثابتة في كل البلانات. نطلع هناك كده نقول له بي في مشكلة لأن الشفط ده زاد هو كمان في الإنشائي والمعماري الجديد. بسم الله كوبي ناخد من المصعد ده نفس المصعد بس من النقطة دي. في حاجة مش مظبوطة لما بعمل كوبي متجيش ليه. طيب ماشي خلينا ناخد الأبعاد بتاعتنا من هنا ونرسمها عادي. هنا المسافة كانت كام؟ ناخد المسافة dimension. طيب المسافة كانت أربعة متر 64 أربعة متر 93. طيب offset 4 93. تمام وهنا تريم الناس معايا يا اخوانا ولا راحت في حتة تانية؟ هنا المسافة دي وبس. اللي احنا بنعمله ان احنا بننقل الخزان بمقاساته اللي اتعدلت في المعماري على التندر بقى 28. المسافة دي بقى 28. هنا offset 2800 عفوا 28000. ونعمل تريم دي مع دي. طبعا المبنى فيه شطرة إلى حد ما ملاحظين الخطوط دي تحس إن هي مايلة شوية بس طبعا الخزان مش هيبقى مايل. فهناخد الخط هنا رأسي هنعمل له اكس لاين فيرتيكال من هنا معلش استحملونا شوية يا شباب.
انا المفروض الكلام ده يعني لما بنيجي نعمل شوب درونج لازم نعمل الكلام ده، لازم نشيك على المعماري اي تعديلات، يعني بمعنى اصح لازم نعمل كوردينيشن مع جميع الاقسام. لما بنيجي نعمل شوب درونج احنا اتفقنا ان في الاول بنعمل شوب درونج، لما بنيجي نعمل اسقف مثلا لازم تشيك مع الميكانيكا مثلا عمق الكمرات ده هيبقى موفي معاه ولا لا، المعماري ان في الغرفه دي ده كمر ساقطه لا مش هينفع لازم نعدل لازم نغير. فاول حاجه لازم نعمل كوردينيشن مع بقيه الاقسام علشان ما يبقاش كل واحد شغال لوحده. يعني احنا ممكن دخلنا عملنا اشتغلنا كل شغلنا وجينا نقدم اتضح ان الكلام ده متغير، فلازم نظبط الكلام ده. على العموم هبقى اظبطه المره الجايه واجيبه جاهز ان شاء الله، بس دي الفكره اللي انا عاوز اوصلها لكم، ان احنا لازم نشيك على المعماري قبل ما نبتدي اي حاجه، مش معماري بس، مع جميع الاقسام. ف نقرا بسرعه كده اللوحه، قلنا ان هو ميشنج 8x20 علوي وسفلي، وعندك اضافي في بعض الاماكن. هنا 24 اديشنال بوتم بطول كذا، وعندك 24 اديشنال بوتم بطول 6 متر. في عندك كان في اديشنال علوي فين؟ ايوه المقاول طبعا اللي بيعمله يا شباب، المقاول هو اللي بيعمل الشوب درونج طبعا. لا المقاول بياخد الرسومات اسمها ديزاين دروينج، ما بيبقاش فيها كل التفاصيل دي، رسومات تندر الله ينور. يعني اللي قدامنا دي تندر، الملف اللي قدامنا ده تندر وبتعمل له شوب درونج. انت عاوز تعمل له شوب درونج، شوب درونج الاول بيعملها المعماري، اول واحد بيعمل شوب درونج هو المعماري يعتمدها خلاص اوكي. طبعا غير زي ما احنا اتفقنا، قلنا في خزان، الخزان ده اتعدل هنا وبقى خزان واحد بدل اثنين، وغرف زادت غرف قلت، الكلام ده كله بيتعمل الاول المعماري يظبطه وبعد كده يدخل وراه بقيه الناس. الانشائي ينسق مع المعماري ومع الميكانيكا ومع الكهرباء، وبعدين خلاص نسقوا مع بعض واتفقوا يبتدوا الناس كلها تشتغل. تمام يا شباب؟ فأول حاجة لازم نقرأ اللوحة كويس جدا. يبقى احنا عندنا شبكة 28 سفلي وعلوي وإضافي عند معظم الأعمدة أو عند كل الأعمدة. طيب في طريقتين بنعمل بيها الشبكة دي اللي هي 8x20. في بعض الناس يقول لك حط السيخ بطوله، وطبعا يعني ما ينفعش يبقى اسمها حط السيخ بطوله كده وخلاص، لازم عشان نستخدم الطريقة دي يبقى في حاجات لازم ناخدها معانا في الاعتبار. في نوع تاني او ناس تانية تقول لك لا ما ينفعش، احنا لازم نقسم البلان لكولوم ستريب وميدل ستريب، وما ينفعش يتوصل في التنشن، لازم يبقى السبلايز تكون في الكومبريشن. فهنعرف الطريقتين. الطريقة الاولى اللي هو يقول لك ايه، خد السيخ بطوله. خد السيخ بطوله دي يعني ما ينفعش على طول كده ان احنا ناخد السيخ بطوله. علشان ناخد السيخ بطوله وطبعا اول حاجه لازم الاستشاري يوافق. طبعا انت لما بتناقش الاستشاري ممكن الاستشاري ما يوافقش، يقول لك لا انا ملتزم، لازم ما يبقاش في وصله تنشن، انت مقاول وعاوز توفر وهو استشاري وعاوز يمشي مظبوط، فالسيخ بطوله عشان توفر، وهو يقول لك لا انا عاوز الوقفه تبقى في كومبريشن. فعشان نوفق الكلام ده يبقى اول حاجه لازم ناخدها في الكود، بيقول ان في وصله في التنشن، يبقى لازم ناخد في اعتبارنا ان احنا كل شغلنا هيبقى تنشن سبلايس اللي هي لا تقل عن 60 فاي. دي اول نقطه. تاني نقطه لازم ناخدها في الاعتبار ان ما ينفعش يبقى الوصلات كلها مع بعضها تحط السيخ كلها 12 كده ويبقى عندك من اول المشروع لاخره وصله في مكان واحد،
يبقى بنعمل ايه؟ بناخد اول سيخ مثلا 12 متر، السيخ اللي بعديه 8 متر، السيخ اللي بعديه 4 متر مثلا، علشان ايه؟ تبقى الوصلة مش في نفس المكان، يبقى الوصلة متوزعة. دي الطريقة المناسبة منها، ولازم كله يبقى طبعا تنشن سبلايس اللي هي 60 فار. الحاجة التانية والأصح طبعا والأدق، بس بتهدر حديد كتير، إن أنت تاخد عند كل الأكسات، عند الأكس بتاع يعني مش هناخد، إحنا هنطفي اللاير بتاعة الأكسات دي عشان ناخد إيه؟ أكسات أكسات تبعنا. أوف ودي كمان خلاص، دي كمان عاوزينها اوف. طيب دي تبع الوول، ندخل على الوول نعمل لها كل حاجة اوف. طيب بنعمل ايه احنا؟ بنيجي عند الأعمدة ونعمل أكسات من السنتر اكس لاين. احنا الأول لازم نقف على اللاير بتاعتنا، احنا ما عملناش اللاير بتاعتنا بتاعت الحديد. نعمل لاير كده، نيو لاير، ايه رين فور اسمنت، تمام. اللون بتاعها احنا كنا قلنا الحديد ريد او يلو، خلينا ناخده ريد، أو خلينا ناخد يلو عشان الألوان الحمراء كتيرة موجودة هنا دلوقتي. وبعدين continuous واللاين تايب ناخده 4/10، اوكي، وست الكرنت، تمام. هنعمل ايه بقى؟ اكس لاين vertical، بنعمل الكلام ده طبعا عشان هنعمل الميدل ستريب، الميدل ستريب والكولوم ستريب. تيجي عند السنتر بتاع الاعمده وتاخد طبعا الصغيره اللي قوي ديت عشان اخد عندها هنا. طبعا الطريقه دي بتبقى ممتازه ممتازه في اللي هي السولفت اكزام اللي احنا كنا بناخده زمان في الكليه. يجيب لك بلان مربع كده وخمس ست عمدان مرصوصين رصه معلم افقي وراسي، يعني تلاقي البواكي كلها مثلا 4×4 3×3، فتبقى ممتازه الطريقه دي. لكن طبعا في الواقع ما فيش الكلام ده. ناخد اكس ال هوريزونتال هنا السنتر ده، وفي السنتر ده، وفي السنتر ده، في السنتر ده، عندنا هنا وهنا وهنا وهنا، تمام. طبعا يعني ايه احنا بنقول كولوم ستريب، طبعا مش هتلاقي الاعمده كلها السنتر بتاعها ماشي مع بعضه، تمام. وهنا بعد كده نعمل ريكتانجل عشان نقطع الكلام ده، تمام. طبعا معروف يا شباب ان الرافت فلات سلاب مقلوبه، يعني الحديد بتاعها مقلوب العلوي سفلي والسفلي علوي. عند الاعمده بيبقى نيجاتيف مومنت، يعني الحديد العلوي ما ينفعش نبقى نوصل فيه، لكن سفلي بيقف عند الكاميرا، بيقف عند الاعمده، نبتدي من العمود للعمود سفلي، والعلوي بيبقى من السنتر للسنتر. هنا العكس، اللبشه
بيبقى السفلي من السنتر والعلوي هو اللي من الايه؟ من العمود للعمود. ماشي الامور يا شباب؟ فخلينا نبتدي ايه؟ بالطريقة اللي هي الايديال اللي الاستشاريين بيحبوه. انا اخد بولي لاين. المسافة دي كام الاول نقيسها؟ من السنتر ده اللي عندك 9.95. هنبتدي بالسفلي. عفوا، احنا المفروض السفلي يبقى من السنتر الباكية دي للسنتر الباكية دي. يعني نعمل لنا بول لاين تاني كده. يعني هنعتبر نرسم خط كده وخط كده عشان نجيب السنتر بالظبط، و اوفست لده عند السنتر وده عند السنتر. المفروض السيخ بتاعنا هيبقى من الخط ده الخط ده، السيخ السفلي. احنا هنبتدي في الطبقة السفلية دلوقتي، احنا لسه كل ده تجهيز. احنا قلنا السيخ بتاعنا هيبقى من هنا لهنا زائد نص السبلايس. ليه؟ يعني خلينا بسم الله الرحمن الرحيم ناخد اول سيخ. احنا السيخ بتاعنا هنا 20 والسبلايس هتبقى 40 فاي، لان دي في الكومبريشن. احنا شغالين ايديال دلوقتي، لكن لو كنا شغالين الطريقه اللي هي اللي هو سيخ على ابوه يبقى لازم كله في اي حته بقى. يعني انت اخدتها 8 على 8 متر على 10 متر على 12 يبقى لازم نمشيها كلها 60 فوق نصها. يبقى السيخ بتاعنا الاولاني او مش الاولاني، الاولاني هيبقى من هنا هياخد من السيخ ده 40 فاي ويجي للاخر هنا وبزاويه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على السيخ اللي هيبقى من الاكس ده للاكس ده. يبقى هنعمل اوفست الثاني 40 هنا وهنا. يبقى ده اول سيخ تبعنا. نرجع نمسح دول عشان ما يحصلش لخبطة. السيخ اللي بعديه خلينا ناخد ده الأول. اوفست 40 عفوا ريدو اوفست 400 بولي لاين. ده طبعا اللي احنا قلنا 40 لان احنا شغالين بالملي فجت كده. يبقى بولي لاين من هنا للاخر خالص. طبعا هنرجع الكفر بتاعنا، لو لما نيجي نبص على الجنرال نوتس هنلاقي يقول لك في الرافت الكفر 7 سنتي. هنعمل اوف 70 كده. تمام. ترم نقص الحته دي ونرجع نلغيه. في زاويه هنا كده. الزاويه دي كام؟ الزاويه ديت اللي هي ستاندرد هوك. الستاندرد هوك بيساوي 12 فاي زائد دي. طب ممكن نفتح الجنرال نوت اللي احنا نزلناها من اللي انا رفعتها لكم يا شباب، لو حد موجود يقدر يفتحها. افتحها لنا. اتناشر فاي زائد الدي. الدي ده بيبقى 6 فاي
لما يكون عندك الفاي من 10 ل 25 و8 فاي لما تكون الفاي اكبر من 25. يعني احنا عندنا الطول ده هيبقى عندنا 18 فاي. هرسمها لكم علشان ايه سريع كده. كده بالظبط. وهنا بيبقى السيف تاني. المسافة من هنا لغاية هنا هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي 12 باي زائد دي. دي اللي هي اللي هي ايه المسافة دي، والدي الملاحظات دي يا باشمهندس رزق على الجروب بتاع الاستراكشر شوب درون. ايوه اللي هو الجروب ده، الكلام ده كله مرفوع عليها. الدي بتساوي يا اما 6 فاي او 8 فاي، ده اسمه الستاندرد هوك. 6 فاي في حالة ان القطر اللي احنا شغالين عليه من 10 ل 25 اذا ما خدنيش الذاكرة يعني، واكبر من 25 بناخد 8 فاي. تمام يا شباب؟ واضحة كده؟ الله ينور. يعني احنا في الحالة بتاعتنا دي هتبقى كام؟ 18 فاي. تمنتاشر في 20 كام؟ 36. يبقى احنا عندنا المسافة دي تنزل كده كام؟ 360. طبعا مفيش حديد بيجي كده كيرف خالص يعني، فبنعمل لها فيلت، نعمل الراديوس بتاعها حوالي 75 مثلا، 7 سم ونص. تمام. ونكمل بقى ايه الشريحة بتاعتنا. انا نرجع نعمل هنا اوفست تاني 40 وناخد السيخ اللي بعد كده. طبعا شباب هتلاقوا الاخراج يعني، لان احنا بنشرح بالراحة علشان الناس تستفيد معانا، احنا عاوزين نوصل المعلومة مش عاوزين نرسم يعني، الرسم والإخراج والكلام ده بتاع الرسامين، احنا بنوصل المعلومة. طيب وهنا اوفست 40 او 400 زي ما شغالين بالملي، يبقى السيخ بتاعنا من هنا لغاية لا عفوا العمود، حد يصحيني يا اخوان، السيخ بتاعنا يبقى من هنا لحد المسافة دي، فلازم نعمل لاين تاني اوفست لحد السنتر واوفست منه تاني 40 يمين وشمال عشان ما يحصلش مشاكل. يبقى السيخ التاني بتاعنا من هنا لغاية هنا. يعني الدنيا شكلها باظت كده، فممكن ايه نختار لون تاني للحديد.
نخليه سيان مثلا، ده 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 نخليه سيان تمام، ونرجع هنا. احنا وصلنا لفين؟ الباكية دي، يبقى لازم من هنا لنص الباكية دي، يبقى نرجع نعمل خط تاني، ناخد السنتر بتاعها وأوفست 40 يمين وشمال، ناخد السيخ بتاعنا بقى. بعدين نفس القصة هنا، اوفست يعني احنا هنا ممكن ما يكونش فيه مومنت، ممكن ناخد اوفست 40 برضو. لا خلينا نبعد عن المنطقة دي أحسن، ممكن يكون هنا مومنت متفلت، فنخلي ناخد في نص الباكية ده هنا أحسن، يبقى موني لاين هنا هنا وأوفست السنتر بتاعها وناخد الخط بتاعنا من أول هنا بكيري. نسينا ناخد الأربعينات، 400 يمين وشمال. بولي لاين بصوا، لما بتاخدوا شو هيد لاين ويت دي بتخلي شكل الحديد ظاهر شوية. ايوه نمسح ده عشان ما يحصلش لخبطة. طبعا يا شباب الرام ده فوق، يعني محدش يفكر ان احنا دخلنا في الرام ولا حاجة، الرام ده لسه يعني احنا مش فيه دلوقتي، احنا هنا مكان ما انا بشاور كده دي بداية الرام، يعني المفروض ان احنا هنا نعمل له اب ستاند عشان نعمل له تشريك يركب عليه الرام، عشان الشباب ما يفكروش ان احنا دخلنا في الرام ازاي، يعني الرام طالع بميل، فاحنا تحت دلوقتي في اللبشه. احنا وصلنا لهنا، دي مثلا يعني لما يكون عندك الكلام ده فبناخد السنتر بتاع المكان اللي احنا شغالين فيه، فناخد ده هنا كده ننقله عند العمود ده، وناخد البودي لاين بتاعنا. دي حاجات ملهاش لازمة لأن احنا غيرنا الخزان ده على فكرة مكمل للآخر كده. ايه ده؟ لو
الكلام ده صح. خلاص يا شباب الأمور كده تمام، احنا وصلنا لحد الباكية دي. بعدين أيوة أيوة في الشغل والناين في 8 عشان الدنيا تبقى ماشية معانا تمام. وبعدين نفس الوضع هنا ناخد ما بين دي ودي خلاص. احنا وصلنا لهنا قلنا ناخد السنتر اوفسيت ثرو هنا وفص الثانية 40 يمين وشمال اونلاين هنا كده لغاية هنا. برجع امسح دول عشان الشباب لا هنمسح ده بس. وبعدين ده من الأول للأخير لأن ما عادش حاجة عندك، امسح ده كمان. لغاية الآخر عفوا لاين من هنا الأخير تمام. وبنعمل اوفست الكفر تريم وقلنا المسافة اللي احنا طلعناها كانت كام؟ اللي هي 18 فاي 360. نعملها فيلت كده تمام. احنا خلصنا كده شريحة، تعالوا ايه نشيل الكلام ده كده عشان الدنيا تبقى واضحة معانا شوية. ايه ده دلت كل الكلام ده ملوش لازمه، وشيل الرام برضه مش محتاجينه. شيل الكلام ده كله عفوا عشان الدنيا تبقى واضحه معانا شويه يا اخوانا، عشان نشتغل في المنطقه دي شويه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول سي هنيجي على اول سيخ من دول نعلم عليه ال اي انتر طلع كام؟ 5.69. 5.69 يعني عشان يوصل ل6 عشان نوفر في القطعيه يبقى محتاج ان احنا نشفته كام؟ خد دي كده ومي 6000 ناقص دي انت محتاج يترحل 30 سنتي. يبقى هنيجي نعمل ده كده، نختار الاثنين دول ونقول له ستريتش 303 نقف عليه تاني ويقول له انتر طلع كام؟ 6 متر.
تمام يا شباب، كلامنا كله يعني احنا بنحاول نوفق ما بين الاستشاري والمقاول. الاستشاري عاوز يقول لك انا عاوز في الوقف في الكومبريشن، والمقاول طبعا عاوز يوفر، فلازم نختار يعني نوفق ما بين الجميع. خش على اللي بعده. ال اي انتر 900. قبل ما ننقل بنعمل حاجة تانية. بتقوم انت جاي كاتب على المقاس ده البعد بتاعه، ده تقوم قايل لينس تساوي 6. وتختار لها فونت تاني، عفوا من الفنطات يا شباب. طيب ندخل جوه تكست ستايل، ماشي سيب كرنت. اوكي ليه ما بيتغيرش؟ لا هو طيب ليه ما بيتغيرش؟ طيب ما علينا. ممكن احنا نكتب اللي احنا عاوزينه هنا، تكست اللي هو عفوا بيندنج ليست. احنا قلنا ان ده هنشوفه ال اي عفوا هنا. طوله 9 متر 9 متر و50، يعني ممكن نخليه 10 متر. كوبي هنعمل لها اوفست 503، عفوا ستريتش ستريتش دي نرجع نعمل لها ال اي انتر يدي لك اللينس 10 متر. تاخد دي كده تعدل بقت دي 10. خش على اللي بعديها. معلش بس يا شباب نعدل اللي احنا شغالين في البوتوم، فلازم الزاوية دي تبقى لفوق، معلش انا اسف. الناحية التانية نفس القصة. خش على اللي بعديها. ال اي انتر 8 متر 74. طيب ممكن نخليها 9 متر. يعني الكلام ده شباب احنا طالما within middle third ما عندناش مشاكل. ميتين اربعة وخمسين سويتش تمام. نرجع ناخد دي
نكتبها 9 متر. خش على اللي بعديها الاي سنتر، هي 9 ماشي، 2 سنتي مش هيفرقوا. وبعدين اكتب عليها ٢٢١. تمام، اللي بعديها 13، ايه 13، 13 طبعا ما ينفعش، النسيخ عندنا 12، نشوف الفرق كام. ١٦٣٥ يعني ستريتش. في حاجة مش مظبوطة، طيب 1635، طيب طيب تمام، ودي كمان 1600. انتر 12، 130، يعني نعملها ستريتش تاني 130. بقت 12، اوكي ماشي مش لاقيك برا، في هنا حاجة مش مظبوطة شباب، يعني احنا هنا نعمل ده كده وأوفست 800 هنا سنت سي دي، تمام. وبعدين نشوف دي كام، 8 متر 371، نخليها 8. احنا نسينا نكتب ال، في حاجة هنا مش مظبوطة ليه؟ لا مش مظبوطة دي يا باشمهندسين. اي انتر قلنا ده 12 ماشي، أصل دي 800 خلاص، أوكي مظبوط. مظبوط.
على فكرة لازم تتكتب، لازم الحاجات دي تتكتب. لازم طبعا طبعا ال 9000 دي يعني هنظبطها بحيث ان هي ايه تبقى 90. ماشي، وبنفس الطريقة كده يا باشمهندسين ان احنا بنظبط القطعية بحيث ان هي ما تديلناش هدر كتير. طبعا المفروض ان الطريقة دي او الصف ده من الاسياخ يكون ماشي معانا من اول هنا، لحظة، يعني طول ما عندك نفس الأعمدة ماشية على نفس المحاور كده يبقى هي ماشية معانا، يعني ماشية معانا لحد هنا كده. يعني الكلام ده هيبقى ماشي معانا من لحد الشيرول دي من الأول للآخر. وبنعمل دايرة صغيرة كده هنا عشان يتعرف ان السيخ ده هو ماشي المساحة دي كلها او المسافة دي كلها. وصلت التراكب دي يا باشمهندس 40 فاي، يعني 80 سنتي، لان دي كومبريشن، دي واصلة في الكومبريشن. تمام، ان احنا لا يعني لما هنكرر الكلام ده، يعني لو اخدناه كوبي كده، دي عادي عادي، هنفترض ان الكلام ده يعني ايه خلاص اخدناه كله كده كده، المفروض ان هي هتبقى كده، ان التراكب ده ما ينفعش يكون على خط واحد. الكود الامريكي بيقول ان التراكب ده ما ينفعش يكون خط واحد، فعلشان كده احنا ممكن نتحايل على الموضوع ده ان احنا نخلف القطعية. يعني مثلا المرة الجاية الحاجة التانية ناخد مثلا، يبقى هنا ناخد الوصلة هنا ونعملها تنشن سبلايس، يعني بعد ما بدل ما تبقى في الكومبريشن في وسط الباكية ناخدها عند عمود ونعملها كومبريشن سبلايس. بس طبعا هتبقى مزعجة جدا، يعني احنا معانا نقدر نوصل وصلة الكومبريشن دي في تلت البحر، لحد تلت البحر. يعني ممكن نتغلب على الكلام ده ازاي؟ يعني لو اخدنا خط كده مثلا، تمام، الخط ده طوله كام؟ طوله 7 متر 60، 7 60 على 3، 7 600 تقسيم 3 يبقى 2 5 3 3، انهم عاملين اوف 2 5 3 3، الاول نعمل اكس لاين كده فيرتيكال اوفست منه هنا، واوفست منه 2 7 3 3. احنا كنا قلنا كام؟ ال اي انتر 7 600 تقسيم 3، 7 600 تقسيم 3، 2 5 3 3، اوفست 2 5 3 3 انتر. مسموح ان احنا السبلايس دي الوصلة دي تكون في المنطقة دي
80 سنتي او 40 فاي، طلعت براها يبقى تقلب لوصلة تنشن سبلايس. ان احنا ممكن نعمل شيفت يمين او شمال في خلال المنطقة دي،